السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو بغيت نقول لكم فيه بعض النصائح على دجاج البراهمة. هذا الدجاج الجميل والعالي والحجم ديالو كبير، وحتى الريش اللي في الرجلين تاعو المنظر تاعو رائع. الدجاج ملي الدجاجة كتبيض بزاف ديال البيض، كتبغي تجلس عليه كتجلس بحالها بحال اي دجاج. لكن في واحد النقطة اللي بغيت نشير لها، وهي ملي تجلس على البيض وتوصل المدة ديالو كيتفقس يخرجوا منه سيسان صغار، ما كتشوفهمش برجليها مزيان، رجليها فيهم الريش، كتعفط عليهم وكتقتل تقريبا كثر من نص. على الدجاجة اللي قدامكم الان تقريبا جلست على 18 بيضة، خرجات كلها، كلشي خرج، 18 فلوس، 18 صوص اللي خرج، ولانها كبيره وهم صغار بزاف ما كتشوفهمش، فكتعفط عليهم برجليها تتقتل تقريبا كلشي، ولا معظم ديالهم كتقتلهم. كيبقاو عندها غير قلال، يعني كتمحنوا كتعذبوا باش تخرجوا الفلالس، والدجاجه كتقتل السيسان ديالها، فما كنستافدوا من حتى شي حاجه، ما كنستافدوا من السيسان لا والو. فمن الاحسن النصيحه اللي ننصحكم، وهي جلسوا دجاجه على البيض، على دجاجه بلديه ما فيهاش الشعر في رجليها، باش تشوف شنو تحت منها، لان ملي كتخرجهم ما تشوفهمش، وتقدر تهبش في الارض باش توكلهم. في هذيك لابيش تقدر تكثر 3 4 دقه واحده، لان رجليها كبار ومغطين بالريش، فهذا هو المشكل ديالها يعني.